أيمن بهجة قمري يتضامن مع صبري فواز. أنا كمان ما بحبش محمد صبحي. والأخير يرد. أثارت الفنان صبري فواز الجدل خلال استضافته ببرنامج شيخ الحارة والجريئة، والخاصة بالفنان محمد صبحي، عندما قال ما بحبوش. وقال صبري فواز إنه لا يرحب بالعمل مع محمد صبحي في أي عمل فني بسبب تصرفات الفنان محمد صبحي مع زملائه في الوسط الفني، والتي تتسبب في خلق شعور بعدم المحبة. من جانبه تضامن الشاعر والسيناريست أيمن بهجة قمر مع فواز، مستنكرا حالة الهجوم عليه بعد انتقاده الفنان محمد صبحي سواء على المستوى الشخصي أو الفني. وكتب بهجة قمر في تعليق له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: محمد صبحي مش نبي، أي حد في العالم بينتقد. أنا كمان ما بحبش محمد صبحي بدون لينين الرملي، بالنسبة لي بدون لينين صفر كبير. ورد الفنان محمد صبحي على انتقادات السيناريست أيمن بهجة قمر حيث قال: هذا رأيه الشخصي، ومن حق أي شخص أن يقول رأيه طالما بالأدب والأخلاق، وأنا أحترم رأيه، ولكن لا يوجد شخص كل الناس اتفقت عليه، فهناك من يتفق وهناك من يختلف. وتابع صبحي: أعمالي مع لينين الرملي من أكثر الأعمال التي أحبها وأعتز بها، وتتميز جميعها بجمال وروعة النص، ولكن أيضا قدمت بعد لينين الرملي مجموعة كبيرة من الأعمال قد تكون نالت إعجاب أشخاص آخرين غير السيناريست أيمن بهجة قمر، منها مثلا ماما أمريكا وسكة السلامة ولعبة الست وكارمن وملح الأرض وغزل البنات وخبتنا وسنبل ورحلة المليون ويوميات ونيس السبع أجزاء وفارس بلا جواد. فمن الوارد أن يكون أيمن لم يشاهد هذه الأعمال. كما أثار الفنان محمد صبحي الجدل بتصريحاته مع الإعلامية لميس الحديدي، حيث رفض تسمية الأطباء والممرضين بالجيش الأبيض حتى لو كانوا يقومون بمحاربة فيروس كورونا والتصدي له، ولكن هم أطباء وممرضين أجلاء وليسوا جيش أبيض. الجيش هو فقط جيش مصر الذي لا يقهر.